التركيز على كثافة تقديم العروض التقديمية وتحسين مستوى الأداء هدف أساسي لدينا في دورة تدريب المدربين. كما تلاحظ الآن الزميل يقدم عرض تقديمي، المجموعة كلهم الآن يستمعون إليه، ثم بعد ذلك يقدم له تغذية راجعة. ويستخدم الآن القدرة على التحفيز وكيفية تحفيز المدربين للاستفادة من البرنامج التدريبي بكفاءة وفعالية بشكل أكثر، والمشاركين الآن يستمعون إليه ثم يقدمون تغذية راجعة وفق استمارة من البرنامج للتحسين.